جرى اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، دعينا الله تعالى ان يعيد هذه المناسبه السعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والمسرات.